طبعا يعني بعد الاربع لقاءات يعني تابعناهم النهارده، طبعا الموقف تحت يمكن اكتر فريق استفاد هو فريق نادي طنطا بفوزه على النصر التعدين، بعد شويه يمكن وصل لحد النقطه 29 زي ما قلنا لحضراتكم، ولكن لو بصينا هنلاقي ان طنطا 29 تحتيه اسوان 25 تحتيه الداخليه 24 النصر التعدين 23 الشرقيه 22. طبعا الثلاث اسابيع الناقصه بالنسبه للفرقه دي اكيد طبعا هتبقى في منتهى القوه. كابتن حسن، يمكن زي ما بقول قبل ما نتكلم على تفاصيل مباراه الزمالك واسوان، ولكن يعني نتفق ان طنطا اكتر فريق استفاد ان هو نط لحد 29 في المباريات الاربعه، وفي المباريات بالنسبه للفرق اللي بتصارع على الهبوط تهيالي مكسب طنطا النهارده بيخليها، واحنا من الاول الدوري قلنا كابتن بركات ان فرقه طنطا من الفرق اللي بتلعب كره كويسه وما بتهابش اي فرقه، اي فرقه بتلعب معاها بتهاجم وبتضغط وبتعمل زي ما بيقولوا، مش عاوز اقول بتعمل كل حاجه في الكره، لكن عاوز اقول ان هي فرقه كويسه، فرقه في بعض الاحيان منظمه، كانت باد لك في اكتر من مباراه، لكن هي فرقه بتلعب كره، وهي لو قعدت في الدوري العام يبقى هي تستحق ان هي تقعد في الدوري العام. طيب استاذ حسن، يمكن يعني عايزين نستعرض المباريات اللي ناقصه لفرق القاع، وبرده عايز اخد رايك فيها. يعني طنطا مثلا النهارده نط ل 29 نقطه، هيبقى عنده وادي دجله، الداخليه، الشرقيه. اسوان النهارده خسر من نادي الزمالك، هيبقى عنده الاسماعيلي الماتش الجاي، وهيبقى عنده وادي دجله والمقاولين العرب. الداخليه هيبقى عنده المقاولين العرب وطنطا ووادي دجله، النصر للتعدين عنده شرقيه، سموحه، مصر، المقصه، يعني برضو ماتشات صعبه بالنسبه للنصر التعدين. واخيرا الشرقيه عنده النصر للتعدين، مصر، المقصه، وطنطا. رؤيتك هل ممكن مثلا نقول بالنسبه للشرقيه، بالنسبه للنصر التعدين، ان الموقف صعب جدا؟ يعني احنا طبعا طلع معلش يعني للاسف يعني هنطلع الشرقيه وهنطلع النصر للتعدين، ده مبدئيا اعتقد ان هم الاقرب الى الهبوط يعني. بالنقط يعني ال 21 وال 23 يعني 18 والمركز 17، الداخليه كمان في مرحله خطيره جدا بال 24 نقطه اللي معاها. يعني الحقيقه اسوان كان بيراهن على النقطه التعادل بتاع الزمالك، فضلت معاه لغايه الدقيقه 90 ودفع ضريبه الرهان ده. الرهان ده مش دايما بيكسب يعني، رهان التعادل ده وانك تدافع طول المباراه على النقطه مش مضمون ابدا يعني، لانك بتتعرض لضغط طول 90 دقيقه. اكيد الضغط ده غلطه، شيكابالا فاضي جاب جون. لكن اسوان يعني هو وطنطا عندهم طبعا الامل بعد كمان ما طنطا كسب. يعني ما نقدرش نقول الكلام اللي في الحالات اللي زي دي ان الامل موجود للشرقيه والامل موجود للنصر التعدين والكره فيها مفاجات، صعب يعني.